في ترى انا حامد يا دارك السرا. قداس لهلا معقول يكون سهران مع رفقاته؟ بس تأخر الوقت رح يقدم الصبح ولسه ما اجا. ما كان بدي شهيرة خانم بنت. شو عمل؟ خفت يكون مع فرد وتقوم تقوصني مثل ما قوصتك المرة الماضية. شخصك بتسب كله بنسبط معه. شو اخذت من عندها حامد؟ يا حسنتي شو بدي اخذ من عندها؟ يعني ما لقيت شيء. شلون ما لقيت شيء سيد حامد؟ هارون على حب الله هارون، ان شاء الله طلع من راسي. ما تضوجنا مالك مصدق وانت على البيت. يضرب حظك يا هارون لو شو معتر. قديش لي عم استنى ليصير عندي بيت، بس يمكن ما راح يصير بنوب. اسمع انت وياه، الولد ما لازم يطلع عنا. لك قداس بدي اسالك، انت ليش جبته لهون؟ شو بدنا فيه؟ الولد لازم يموت. لا لا، بوس ايدك بوس ايدك، لا تقتله، بوس ايدك. خطري ما له ذنب، حرام، شنو ولد صغير، اتركه عندي انا بربي. بوس ايدك بوس ايدك قداس. اوعك تقتله، ها اوعك. بس ما لازم يضل عنا حبيبي، ارتفوا لشي مكان وخلص منه. شو تقتله هارون؟ مورسي دراسي، بتروح انت وحورية وبتاخدوا الولد معكم وبتتركوه جنب شي جامع وبتنطروا يلي بده يجي ياخده وبعدين بتجوا بتخبروني. هيك بدك تاج راسي؟ ايه هيك بدي. يلا امتتر، رح يقدن الصبح. يلا قوم قوم دكي منايتك يا حرمي، يلا على السريع. يلا عمي انا راي على الحارة. لا فيصل انت خليك هون، شنو اهل الحارة هلا رح يشكوا فيك ويمكن يكمشوك. لك لك يا 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 فيصل، يا بهيم يا بهيم، شو اخذك على الحارة هلا؟ سمعنا حامد سمعنا. يلا حورية خلصينا، ما ضل وقت. يلا يلا ما في حدا. عتمي اخلع الباب. الله يعينكم يا شباب.
دوروا الغدا شباب. ولا هو في حدا؟ ما في منفذ على بيت ابو عامر غير من بيت كداس، لانه هو لما كان ينط عند الحريم كان يطلع من هون. معناتها هذا البيت لازم يتسكر واليوم قبل بكره، ولازم نعرف فيصل وين راح. وليش ماله بالبيت وماله بالحاره يا رجال؟ يا جماعه اللي بظن انه فيصل معه، وانا بظن مثله. الحقوني شباب. يلا. ايه فيصل، انا واخي كداس سمعنا انه كنت انت مقضيها سري مري عم تنزل على بيت ابو عامر، ونحن احبابك واصحابك وخلانك ما عنا علم. الله وكيلك ولك حاميد، هي مره وحيده اللي نزلت فيها. مره؟ ايه والله. تصدقوا يا كداس؟ بدي سده، معلوم بدي سده، هذا رفيقي وصاحبي وشريك عمري، نزل مرة واحدة وخبى علينا، جرحتني يا فيصل، جرحتني. انت خلصت كل الشغل اللي لازم تعمله معنا، ما عاد لك رجع على الحارة بنوم بنوم بنوم. لك عن وين بدي روح عمي كداس؟ لوين؟ بدك تروح لعند والدك. والدي؟ الله يرحمه، شو بدي روح ساوي عنده؟ ايه والله الله يرحمه. بدك تروح لعنده تقرا الفاتحة على روحه. اطلعوا عنده. كلها خلافات على شيء بلا طعمة. أنا برأيي لازم نحل الخلافات كلها اللي بيناتنا ونصير إيد واحدة. لا، هاي الشغلة ما عاد ينسكت عليها بنوب. لحنا لازم نجمع كل أهل الحارة معنا، وأولهم أبو سليم وأبو حمدي. اسمعوني يا رجال، والحاضر يعلم الغايب، أنا رح سامح الكل ورح أطلب السماح من الكل حتى نرجع إيد واحدة مثل ما كنا. تأخرنا كثير بالصلحة يا مختار. ما تأخرنا محمود، لسه معنا وقت، بس نحن لازم نلملم بعض، ننسى خلافاتنا. ننساها مظهر بيك، ننساها ومن هلأ كمان. كل شيء بصير، بس منشان الصبي عز الدين نحن ما فينا نرجعه لحتى يرجع فيصل، لأنه هو الوحيد اللي بيعرف وين بيت كداس. بس نحن لهلأ ما منعرف إذا كداس وحامد ما فيها شيء. يا سيد بشير، ما في غير كداس وحامد بيعرفوا الحارة وبيعرفوا كيف ينزلوا على بيت أبو عامر وبيت أبو هاشم. فعلاً ما حدا بيعمل هالعملة غيرهم هنن. ليش؟ لأنه كداس له تار عنا من يوم ما مات ابنه لما قتلوا صياح بالغلط. لهيك صياح لازم يطلع اليوم قبل بكرة. شو مختار؟ مستو جيتك مختار. امرني روح نادي لي ابو حمدي. يلا بامرك. وابو سليم كمان. شو مختار؟ نادي ابو سليم قول له المختار عاوزك. يلا صار. يا عيني عليك، عين العقل يا مختار، عين العقل. الشيء اللي صار كثير كبير يا جميل، وما بينسكت عنه بنوب، ونحن ما رح نسكت عنه بنوب. بس مشان الله يا سخر، فهمني مين اللي قال لك؟ هلا هذا هو المهم، مين اللي قال لي؟ ما الخبر انطرش طرش بكل الشام ووصل لحارتنا، ولا انت مفكر الشيء اللي صار قليل؟ لا، مو قليل منوب، اوعك. بس الحق عليكم. علينا؟ ايه عليكم.
ما انتوا تركتوا كداس وحامد وابو الرجا يسرحوا ويمرحوا لحتى وصلوا لنص الحاره وعملوا يلي عملوه بحريمكم. استغفر الله العظيم واتوب اليه. بهي الحق معك، بس وحياتي اللي خلق السما لنجيبهم من تحت تعطي الارض. بعد شو يا جميل؟ بعد شو؟ ما اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. بيجيهم يوم والله والله لنبكي حريمهم مثل ما بكوا حريمنا. يا رب يغلق. لك شو بدهم يساووا فيه؟ طفل رضيع شو بدهم يساووا فيه؟ لك دخلك شو بيكون صاير فيه؟ يلا شو بيكون صاير فيه؟ دخيلك يا رب، دخيلك يا رب. رولي ادعولي يا جماعة، دخلكم دخلكم. طولي بالك يا رب، دخيلك يا رب، يا رب دخيلك طفل، يا رب شو بيكون صار.